أشياء سرية في البيوت، أسرار، في أشياء في البيوت الناس ما تعرفها، مش مضطرة أني أقولها عشان أقنع الناس، فيكفي أن بيني وبين نفسي عارفة نفسي. فلهذا قاعد أقول لك في ظلم مظلوم، وفعلا ما كان لازم أني أرد على مجموعة من الأشياء، أعطيتها قيمة، أعطيتها قدر أكثر من ما تستاهل. أولا بتمنى كل السلامة والصحة لزوجك والكل كل الناس، كل المرضى يا رب يزيح عنهم، دي حاجة. الحاجة الثانية إنه الموضوع ممكن نلخصه في بعيد عن خلافات الأسرية اللي ما أعتقدش إنه في أي حد له إنه يتدخل فيها، إنه دنيا بطمة صوت جميل ومفعم بالطاقة، هو صوت أصلي ومفيش حد بيفهم في الأصوات مش هيقول ده يا دنيا. الحاجة التانية كمان المقابلة، إن أنا كنت بتفرج على أغاني حالة ترك اللي هي موهبة رائعة وجميلة ومتدفقة، وأعتقد إن هي خلال سنين قليلة جدا كمان هتكسب أرض كبيرة جدا في العالم العربي مش بس في الخليج. ده اللي إحنا لنا علاقة بيه، صح؟ صوت حلو وموهبة كبيرة. بتعيطي ليه؟ خلاص لا انا مش بعيط على فكره، والله بتعيطي. لا ما بعيطش، بعيط من جوه. بتعيطي من جوه ليه؟ هو انا لما اقول ان حاله ترك موهبه حلوه تزعلي ليه؟ لا انا مش زعلانه ابدا والله العظيم، لا بالعكس، موهبه وابوها اللي كبرها وكبر فيها الموهبه. احنا الحلقه دي عن صوت دنيا بطمه. بالعكس، خدي اشربي بق ميه وقولي ورايا. قولي ورايا. العالم ملوش اي علاقه غير بصوتي وبس، صح؟ انا عارفه خلاص، يعني بس خدي بق ميه، اشربي ميه، اشربي ميه يا بنت، اشربي. على فكره انا بعيط زعلان عليه على فكره، مش هفتح معاك الموضوع ده تاني ابدا في الحلقه.